اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. رح بكم فيديو جديدة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد الاختراعات والتكنولوجيا المبهرة، منتجات وادوات واجهزة وافكار هائلة للتنظيم وترتيب المنازل، كذلك لتوفير الراحة اليومية. فيديو كله افكار وافادة، فخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر. وكيف العادة كنتمنى من اللي اول مرة كيشاهد القناة انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة باذن الله. ايضا ما تنساوش لي لايك، فلي لايك مهمة للفيديو باش يقدر الفيديو يطلع ويتشاف، كذلك تشجيعا لنا باش نستمروا في هذا المحتوى المفيد لنا جميعا. وكيف ما شفتوا معايا هنايا عندنا هذا المقطع ديال السيده الكوريه والتنظيمات والترتيبات داخل المنزل ديالها بهذه الاختراعات والتكنولوجيا الغريبه، كذلك انها لها اساسيه في المنزل ديالها ما تقدرش انها تستغنى لها، فمنظمات وادوات اللي كتقدر انها تساعدها في الترتيبات كما كتلاحظوا معايا، كذلك انها بحجم صغير هكا ما كتاخذلهاش نهائيا المساحات داخل المنزل ديالها. فهنا عندنا هاد المنظمه ديال البيض جد عمليه ومفيده، كذلك لاستغلال المساحه داخل الثلاجه، فكاين اشكال اللي هي متنوعه. وايضا هنا عندنا هاد العلاقه اللي كتثبت هكذا مجموعه ديال الاكياس، فالفكره ديالها عمليه كذلك. فندخلوا لهاد المقطع. ايضا هنا ممسحه رائعه واللي كتوصل للاماكن المرتفعه جدا هكا، كتساعدكم باش انكم تمسحوا الغبار او تنظفوا الزجاج بكل سهوله. فايضا هنا عندنا هاد المصفى والعلبة الرائعة اللي يمكن لكم ايضا توصلوا فيها مجموعة ديال الفواكه، والطريقة ديال الاستخدام ديالها سهلة بزاف، فكما كتلاحظوا معايا مجموعة ديال المستلزمات اللي هي ضرورية واساسية للمنازل ديالنا. فكذلك هنا مجموعة ديال المنظمات الرائعة بالنسبة للتخزين، كما كتلاحظوا معايا شكي اللي هو جديد، فيمكن لكم توضعوا فيه مجموعة ديال الحبوب او القطاني، فكتوفر كذلك على واحد الشكيل اللي هو زوين بزاف. ايضا هنا عندنا واحد الممسحه اللي هي ناعمه جدا واللي تقدروا تمسحوا بها مجموعه ديال الاجهزه بلا ما تخافوا انها تخبش لكم او انها تخسر ما تبقاش في الجوده ديالها. فايضا الفكره ديالها عجبتني بزاف، ويمكن لكم انكم تغيروا القطعه كما لاحظتوا معايا. وندوزو نكتشفوا هاد العلاقه العمليه جدا، كذلك كتلصق بالحفير هكذا، يمكن لكم تعلقوا فيها مجموعه ديال المستلزمات والاغراض المنزليه، يمكن لكم انكم تقطعوا على حسب احتياجات ديالكم، سواء تلصقوها في المطبخ او في الحمام وحتى في البلاكارات. فكما كتلاحظوا هنايا عندنا واحد القباطه اللي يمكن لكم ايضا تلصقوها هكذا في المجوره او في الباب ديال الثلاجه او اي باب ما عندهاش اليد ديالها، فالفكره ديالها مفيده جدا وعمليه. كذلك هنا مجموعه ديال العلاقات اللي يمكن لكم تبتوم هكذايا في الباب او حتى في البلاكارات، فهكا كتساعدكم على التنظيم. فمجموعه ديال الافكار والتكنولوجيا اللي غتشاهدوها معايا في هذا المقطع ديال الفيديو اللي غادي تشاهدوا اول مره في حياتكم، ربما غتكتشفوا مجموعه ديال الاختراعات اللي هي جديده، واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم بزاف، وغتساعدكم في الترتيبات كذلك والتنظيمات داخل البيوت. كما لاحظتوا معايا هنايا عندنا غلايه ديال السيليكون اللي قابله للطي، فيمكن لكم ايضا تاخذوها في الشنطه، فالحجم ديالها صغير. فشوفوا الفكره ايضا ديال هذا الحامل بالنسبه للمغارف او المعلقات، فالفكره ديالها جيده، فكذلك مصنوعه من البلاستيك، فيمكن لكم ايضا تاخذوا الوان اللي كاينين واحجام مختلفه. دخلوا كذلك لهذا المقطع الرائع، مجموعه ديال الطاجرات اللي هي مهمه خصوصا المطبخ، فهكذا بهذه الطريقه هذه تقدروا توفروا المساحات، يمكن لكم توضعوا فيها مجموعه ديال الاجهزه والادوات المنزليه. فايضا هنايا هشوار اللي هو اساسي وعملي اللي كيساعدنا بزاف، فكما كتلاحظوا معايا التقنيه ديالو شي حاجه اللي هي روعه. فايضا هنايا توشيات سليلات اللي يمكن لكم ايضا توضعوا فيها مجموعه ديال مثلا الثومه او البصل او اشياء اخرى مثل البطاطس، فهكا كتبقى معكم مده ما كتخسرش. وندخلوا ايضا نكتشفوا هذا الحامل او المنظمه ديال الاحذيه،
فتجرات اللي هي ايضا او رفوف مهمه بالنسبه لتنظيم مجموعه ديال الكركبه كما كتلاحظوا. بهالطريقه هذه غتقدروا انكم توفروا كذلك واحد المساحه امام المنزل، كذلك انكم تقدروا تنظموا وتوضعوا فيها اشياء اخرى. فايضا مساحه رائعه اللي كتخدم ايضا بالكهرباء، يمكن لكم ايضا تنظفوا بها مجموعه ديال الزجاج ديال المنزل. الطريقه ديال الاستخدام ديالها سهله بزاف وهكذا كتوفر لكم مجهود. فايضا شوفوا معايا هنايا الفكره ديال هذا الاداه ديال السيليكون اللي كتمنع ان المياه ما تخرج او تبلل الملابس ديالكم اثناء غسل الاواني، فالفكره ديالها رائعه. كما كتلاحظوا يمكن لكم تنزلوها حتى امام الحوض. فمجموعه كذلك ديال الافكار المختلفه ومنهم هذه الملعقه اللي كتوفر كذلك على واحد المساك، يمكن لكم ايضا توضعوه كمقبط وتوضعوه كهذا الشكل هذا بزاف ديال الاكياس. وندوزو ايضا نكتشفوا مجموعه ديال الحلل الرائعه اللي كتوفر كذلك على الغطاء ديالها، وكتوفر على معالق والفرشات، فشي حاجه اللي ايضا جديده والشكل ديالها زوين بزاف. كما كتلاحظوا معايا كتوفر في جميع الالوان وضد الكسر، فشي حاجه اللي هي مفيده جدا. فايضا هنا عندنا حامل الاكواب، حامل كذلك الفرشات، معجون الاسنان، فمجموعه ديال المستلزمات اللي هي ضروريه كذلك بالنسبه للحمام. وبخصوص بيع هذه المنتوجات والتكنولوجيا المدهشه، بزاف ديال الاسئله اللي كنلقاها طبعا متكرره، مع اني كنحاول انني ننزل لكم جميع التفاصيل في جميع المقاطع اللي كنشارك معكم. كنتمنى من المتابعين الكرام انهم يتفرجوا من اول دقيقه حتى التالي ديال الفيديو، هكذا غتكتشفوا معايا جميع التفاصيل ديال هاد بيع هاد المنتوجات الحديثه. فعلى العموم غتدخلوا بزاف ديال المواقع ديال بيع الاجهزه الالكترونيه، مثل منهم موقع علي اكسبريس، امازون، وعلي بابا، وكاين طبعا غيرهم. فاطباق هادو اللي هي كبيره بزاف، هكذا غتلقاو جميع المنتوجات اللي كنعرض معكم غتلقاوهم في هاد المواقع اللي كنذكر لكم. فكذلك يمكن لكم تلقاوهم في البلدان ديالكم، ما عليكم كما كنقول لكم دائما الا تقلبوا جيدا اكيد غادي تلقاوهم. فمنهم كاينين في اسواق اللي هي كبيره مثل مرجان، ايكيا، كارفور، وكذلك غتلقاوهم منهم غير في الاسواق العاديه القريبه منكم. كذلك يمكن لكم تدخلوا بزاف ديال الجروبات اونلاين على صفحات الفايس، فكاينين طبعا اللي كيبيعهم بالجمله وكاينين اللي كيبيعهم بالتقسيط. فايضا كاينين قنوات اللي هي كبيره على تيليجرام فايضا كيبيعوهم. فمجموعه ديال اصبح يعني ديال هاد التكنولوجيا متوفره في جميع البلدان سواء عربيه او اجنبيه. فكذلك بالنسبه للاثمنه، كاينين الاثمنه على حسب المنتوج ويعني الجوده ديالو، كذلك الحجم ديالو، ويعني الاختراعات كيفاش يعني اثمنه اللي هي مختلفه طبعا. فاي منتوج حبيتو تقدروا انكم تدخلوا للموقع وتكتبوا اسم المنتوج وغادي يطلع لكم في مقدمه البحث، هكا غتلقاو جميع التفاصيل ديال الاثمنه، كذلك الحجم، الالوان، يعني من مصنوع، جميع الاسئله غتلقاوها مرفقه مع المنتوج اللي حبيته. فبالنسبه لهاد التكنولوجيا فهي غتساعدكم بزاف بزاف، اختراعات اللي نالت الاعجاب يعني جميع السيدات، وقدروا انهم ينظموا الوقت ديالهم ويرتبوا، وخصوصا يعني النساء العاملات، فشي حاجه اللي هي روعه واستفدوا منها بزاف بزاف. فمعظم يعني هاد الاختراعات هذه فهي ذو جوده رائعه، كذلك بواحد الحجم اللي هو صغير، فنهائيا ما كيخش المساحه داخل المنزل، وهذا هو الاهم والاساس من هاد التكنولوجيا الحديثه. فكما شفتوا هنايا عندنا السيده كذلك بالنسبه للتنظيم ديالها داخل المنزل، بوبيل اللي هو شكيل راقي ايضا، فمجموعه ديال الحامل والاختراعات الجديده اللي ايضا ما يقدروش انهم يستغنوا عليها داخل المنازل ديالهم. كذلك هنا مصباح ديال الاضاءه واللي كيتوفر كذلك على لاسارج، كذلك كيتوفر على مجموعه ديال الالوان بالنسبه للاضاءه. فكما كتلاحظوا معايا توشيات وتنظيمات اللي هي ضروريه واساسيه في جميع المنازل. فايضا هنا حامل المناديل، كذلك هنا عندنا هاد المنظمه اللي غتساعدكم بزاف في تنظيم الميك اب. فايضا هنا عندنا حامل المناديل بشكل واحد اخر، هكا يمكن لكم توضعوا فيه مجموعه ديال الاغراض اخرى.
فايضا الفكره ديال هاد العلب عجبتني بزاف، واللي بضغطه وحده كتلصق، فيمكن لكم تضعوا فيها فرشه الاسنان، معجون الاسنان، فاغراض اللي يمكن لكم ايضا بالنسبه للاستحمام، فمجموعه ديال المستلزمات اللي هي ضروريه واللي كدوز بواحد السرعه. كما كتلاحظوا معايا هنا رياحه، ايضا هنا مزهريه، مجموعه كذلك ديال الليزوره اللي بواحد الجوده ممتازة. فأيضا هنا عندنا هذا المنظمة ديال البلاستيك بالنسبة للأحذية، فأيضا هنا فواحة، مجموعة ديال المستلزمات اللي كتساعد هاد السيدة الصينية وكتقول بأنها ضرورية وأساسية باش أنها كترتب وكتنظم المنزل ديالها وكتوفر كذلك الوقت. فأيضا شبكة عملية ومفيدة جدا بالنسبة للملابس، فقابلة للطي. كذلك هنا بوبيل أوتوماتيك، وأيضا هنا كرسي هزاز مريح جدا. فايضا هنا مقلاد وجودة رائعة واللي كتخدم كذلك باللمس، كما كتلاحظوا معايا كاينة شاشة، فالفكرة ديالها ممتازة كذلك انها كتوفر على الغطاء ديالها، ويمكن لكم انكم تريقلوها على حسب الحرارة وتقدر انها تصوني لكم. فمجموعة ديال التكنولوجيا واختراعات اللي هي عجيبة جدا. شوفوا الفكرة ديال هاد الحامل ديال البلاستيك، كيوت جدا، يمكن لكم توضعوا فيه بزاف ديال الاغراض، يعني مثل يعني القطاعات او الساعه او الهاتف، كما كتلاحظوا معايا شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. فايضا هنا علب اللي هي شفافه وتقدروا تستافدوها بزاف ديال الاغراض المتنوعه، نزلوا فيها المجموعه ديال الخضر، الفواكه، الفواكه المجففه، الحلويات، يعني منتوجات اللي هي متعدده الاستخدامات. كذلك شوفوا معايا هنا تويشيات اللي هي رائعه بالنسبه لتزيين الثلاجه، ديكورات اللي هي بثلاثيه الابعاد، كما كتلاحظوا معايا شي حاجه اللي ممتازه. فعلى العموم كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش على اختكم بلي لايك، لي لايك اللي هي مهمه جدا، هكذا كتشجعوني. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم والدعم، ولهلي خطاكم عليا، وشكرا للتعليق ديالكم الزوينه واللي ايضا كتفرحني بزاف. فبالنسبه لتذكير لهاد المنتوجات اللي بغاهم، تقدروا انكم تدخلوا بزاف ديال المواقع ديال بيع الاجهزه الالكترونيه مثل موقع علي اكسبريس، امازون، وعلي بابا وغيرهم. كذلك المتابعين داخل المغرب يمكن لكم تعملوا سكرين لاي منتوج حبيتو وتنزلوه ليا في الصفحه ديالي عالم هبه، توب ارتيكل متوفره على الفيس. فكذلك انا بدوري غنزل لكم الرابط ديال الصفحه اللي هكذا مباشره تدخلوا ليها وتطلبوا طبعا المنتوج من هناك، وغادي يوصل لكم حتى المنزل ديالكم. بالنسبه للصفحه متوفرة داخل المغرب بالضبط مدينة الدار البيضاء. فأيضا عندكم بالنسبة لتجربة المنتوج مدة أسبوع، فلم يعجبكمش تقدروا أنكم تغيروه، وهذه حاجة مميزة وزبنة بزاف. فكما كتلاحظوا معايا تنظيمات وتكنولوجيا اللي هي راحة نفسية، تنظيمات اللي هي ضرورية وأساسية. فهكا غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا وخديتوا افكار اللي هي جديده يعني المنازل ديالكم. ما تنساوش كما كنقول لكم دائما دائما انكم تبارطاجيو الفيديو مع حبكم وصحابكم باش عم فائده. وشكرا لكم مره اخرى، ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.